بدا الزوجه الثانيه دخلوا شافوه، ولكن منعوا هذا الابن عصام اللي هو من الزوجه الاولى، وفؤاد اللي هو من الزوجه الثالثه، لان عندهم نقاش مع اللي كما قلت لكم بان ضربوه وداروا ليه، ولكن ما كان من جانب الانساني بلا ما يديروا مفوض قضائي، بلا ما يديروا دعوه استعجاليه، لان المفروض يشوفوا من الناحيه الانسانيه والواقعيه يشوفوا ولادهم، ولكن اللي بغاو يجوا القانون قسما بالله يشوفوا ولادهم. لان القانون كينصفهم وضروري غيشوفوا باهم وغادي يعاونوه، وضروري نشوفوا جميع المساطر القانونيه اللي ضد هاد الناس اللي كيديروا خرقوا القانون. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما تبعتوا معنا في الموضوع اللي عدد كبير من المغاربه شافوه، موضوع بوشعيب، الاب بوشعيب، موضوع النقاش، قصه للعبره. حاولنا ما امكن اننا نتناول الموضوع من جميع الجوانب ديالو، الابناء ديالو اعطونا معطيات، كذلك شفنا ناس ديال القانون، محامي اللي عطانا تصريح، وكذلك طبيب اللي يقدر يكيف لنا او يشوف لنا التشخيص الطبي للوضع الحالي ديالو. مشاهدينا الكرام، عصام كان هو السباق في الفيديو الاول، وبالحاح ربط الاتصال بالاستاذه زينب خيار. استاذه زينب خيار محاميه بهيئه الدار البيضاء، غتدخل على الخط، تبعوا معايا. عصام، اليوم معنا الاستاذه زينب، ربطتي بينا الاتصال، دخلت على الخط، شرح لي كيفاش كتشوف الامور، وشنو اللي كتشوف الدور الاستاذه زينب في الاطار القانوني. الاستاذه زينب هي اللي كتدافع على المظالم ومحبوبه الجماهير، وكنتمناو هي اللي غتوقف معنا باش ناخذوا حقنا وباش نشوفوا الاب ديالنا. والناس كاملين كيتصلوا بيا كيقول دير استاذه زينب، دير استاذه زينب، وانا ني اتصلت بها وقلت لها عافاك، ولبات الطلب ديالي وقالت لي انا نوقف معك اولدي، وما عندهم محامين ديالهم الا انا اللي محكور في هذا الملف. وفاش طلبتها ما ردتنيش، جات مسكينه وقفات معايا قالت لي انا ولدي ناخذ لك انا حقك، انا غادي نوقف معاك. والله الا كلام معبر، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الموضوع مع استاذ زينب. استاذ زينب، عطاك الاسم محبوبه الجماهير، كنتمنوا لك التوفيق. كنشكركم هذه البركه، كنشكركم حتى نتوما، لان كنقولها لك دائما، كنتوما حتى نتوما كتعاونوا الناس وكتعرفوا توصلوا واحد الرساله اللي هي مهمه للشعب على الصعيد المغربي وعلى الصعيد العالمي، لان لولا الصحافه باغي يخرج كل شيء الحقيقه، لا، لان يمكن كتكون شي ملفات في المحكمه ما كتنصفش، كنتاجئوا السلطه الرابعه اللي هي الصحافه، علاش انا كنفضل الصحافه تكون، وكان خاصها تكون قلت لك شحال من عده، خاصها تدخل حتى المحاكم، تدخل حتى الجلسات في مصر في الدول كلها على الصعيد العالمي، لان باش تنور العداله، باش تنقل داك الشيء مباشره، باش كل العداله تمشي على احسن ما يرى، ماشي حتى نخرجوا حنا باش نعطيكم الكلمه، لان القضاء طبيعه الحال ما يمكنش يعطيكم الكلمه، المحامون هو كيعطيكم الكلمه باش كتنوروا الراي العام. كنشكركم على هذا المنبر. استاذ عصام، ربط بك الاتصال، جلستي معاه، انت تبعتي الحلقات، شفتي الملف، كيفاش شفتي هذا الملف؟ اولا كنشكر سي عصام والاخ ديالو اللي هو فؤاد من هذا المنبر، لانهم طلبوا مني فعلا باش نعاونهم في هذا الملف، وغنعاونهم، لان ما يمكنش نتخلى عليهم، لان بان لي مظلومين الاكثر، انا كنوب على المظلومين، اما الناس اللي كيبان لي بان خاص ناخذ حق المظلوم ونعاون شي واحد اللي تحقر، هذا هو اللي كيبان لي، هذا هو المبدا ديالي، خاصة الوصول كاملين في الحقيقة، هذه هي الدور ديال الدفاع، هي الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة. أنا من هذا ملي طلعت على الملف وشفت، أولا كنشوف بأن جوج أخوت اللي هما ماشي أشقاء ولكن ضامنوا بعضياتهم، الضامن الأول اللي هو عصام مع فؤاد اللي ولد المرأة الزوجة الأولى اللي هي مطلقة، مع فؤاد الزوج اللي الابن ديال الزوجه الثالثه. هنا كيبان لك بان الحق، كيبان لك بان حتى الاولاد فيهم الاولاد المرضيين اللي كيبغوا والديهم، اللي ما عندهم حتى شي غرض، لان مادام الابن هذا اللي هو المراه الثالثه اللي ضربت في النفس على الوالد ديالو، لدرجه انهم اللي شافوا الوالده ديالو والاخو الاخ ديالو كيضرب الوالد ديالو، ضربوا المره الاولى الراس، هو فيه الالزايمر، بيبي ديال الالزايمر، شقوه داو لاكلينيك باش يعالجوه، ديك الساعه فاش جاو الولاد العصام والاخ ديالو اللي هما ولاد المراه الاولى اللي طلقها في 73،
هما ديك الساعه فاش عرفوا والديهم والاب ديالهم بان في الزهايمر، ملي طالعوا عليه شافوا شي حوايج ماشي هذيك، وفعلا لقاو بان الوالد ديالهم راه وقع عليه التحجير في 2018. ملي وقع عليه ذلك التحجير لان فعلا ان في مرض الزهايمر قبل، ولكن داو المحكمه وحجروا عليه حتى 2018 لدرجة لأن من بعد 2016 ولاو كيضربوه، لأن ما بقاش عنده الصفة، ما بقاش عنده الأهلية باش يوقع أي التزام. فإذا كان قابل لنا الزوجة الرابعة اللي هي الأم الثالثة اللي هي الأم ديال فؤاد، بأن كتمضي عقود كتمشي تفسخ العقود ديال بعض الكيران وكتنسبهم ليها، هذا ماشي حق، هذه جريمة في حق القانون. ثانيا بأن الإبن ديالو اللي الولد ديال الزوجه الثالثه مشيتي كتبيع في الارض اراضي، خدتي في سميتو خديتي 40 مليون، 40 مليون على اساس بعتي الارض ب 200 مليون وعطيتيها الام ديالك خشيتها في الكونت ديالها. كيفاش هذا الاجرام وصلت لهاد الدرجه؟ هذه راه جنايه ديال التزوير، خاص ضروري يتعاقبوا عليها، ويتعاقبوا حتى على ان نهار ضربوا الاب ديالهم والام ديالهم ضربتها، هذيك راه محاوله قتل، كان خاصهم يدوزوا للجنايات، لان بالجنايات غتعرف ان خاصهم يتعاقلوا. ثالثا بان الابن هذا اللي هو فؤاد قال لي بنفسه بانني انا علاش خرجوا من الدار، لان ما بغاش يبقى معاهم لانه كيقول الحق، لان شافهم كيتلاعبوا بباهم، شافهم كيتلاعبوا بالاموال ديال باهم، ولهذا ما قبلوش لانه هو كيقول كلمه حق، لانه الابن الاكبر هو الابن اللي كيبغي الباه ديالو، هو اللي عارف الحقيقه. بدا به كيشوف بان الوالده ديالو كدير تزويرات وكتضرب الاب ديالو والاخ ديالو كيضرب، تيضربوه باش يوقع عليهم هرسوا ليه يديه. كيفاش حنا باقيين في هذه الدوله اللي الاباء الناس اللي مرض الزهايمر خاص تسعفهم، خاص تعطيهم الدواء؟ لان انا متبع الملف لدرجه ان شي طبيب مشى عنده ديال شيخوخه وكيقول بانه راه ما عندوش عنايه، لان اذا هنا كتسمى عدم اسعاف شخص في خطر، هما ما كيعطيوش الدواء. كيفاش راه ما يمكنش تدور الحاله ديالو حتى لدابا في هذه الحاله اللي هي مشى بزاف، لان الدواء ما كيعطيوش ليه، وهذه كيتحملوها مسؤوليه. واش هما ما كيعطيو لا دواء مكرفسين في واحد البيت اللي على ما قال فؤاد، راه ان شاء الله غندير واحد المعاينه عن طريق مفوض قضائي وغنشوفوا الحاله اللي كيعيش فيها ونقدروا يتحيد من عندهم كاع نهائيا، لانهم هما في الحقيقه راه دايرين جنايات خطيره ومخالفات خطيره اللي كيعاقب عليها القانون، مع ان جميع العقود اللي دارت اللي غتكون باطله. ورشد الزميل اللي كنهضر كنشكرو من هذا المنبر لان دار ابطال جميع العقود في الاطار المدني، ولكن حنا غنديرو في اطار الجنايات، لان خاصهم يتعاقبوا من الناحيه الجنائيه، لان راه دار تكوين عصابه اجراميه مع محاوله القتل ديال هذا السيد وتعرضه للضرب والجرح واغتلاس امواله بطريقه مزوره. هذا هو المسار اللي غنمشي انا في الشق الجنائي، لانهم خاصو يتعاقبوا. ودليل على ذلك نقطه اخرى زادوا لي ضافوا عليا، قال لك بان بقاو شي خمسه ديال الكيران وكيبان تيفصلوا فيهم يومنا هذا، واخا كيشوفوا الصحافه، واخا كيشوفوا الشكايات، واخا تيشوفوا الابطالات، كيفصلوا فيهم في واحد الديبو. وقالوا لهم انا كنتحمل مسؤوليتي بان اي حاجه وقعت، لو وقعت اضرام النار كيقولوا غادي نشعلوا في الاخر العافيه في كل شيء. اذا هنا خاص ضروري نديروا معاينه على هاد الديبو ونشوفوا واش كيفصلوا هاد الكيران هذوما اللي هما خمسه، ضروري نطلعوا عليهم ونعرفوهم، لان باش نتبعوا المسطره صحيحه. اما فيما يخص باش يشوفوا باهم، ان شاء الله غندير مفوض قضائي غيكون عندنا محضر ديال الامتناع، وغندير في الدعوه استعجاليه محكمه ديال الاسره اللي غندلو باب بالشواهد الطبيه ديال الاب، وديك الساعه غيمشيو بوجههم حوار يشوفوا الاب ديالهم، وغنعاينوا ولا كانت شي خاصيه بان خاصنا كاع يحيدوا من عندها، لان ما تهلاش شويه كتزور عليه، لان هذه تقدر تقتلو، لان هذه المراه بانت لي انا لان بغات تصفالي في دقه واحده. وكنشوف بان اللي يستافد من هذا الملف كله، كنشوف الوالده ديال عصام هي الضحيه الاولى والاخيره، والابناء ديالها هما ضحايا، لان عندها جوج وليدات، لان الاب ديالو الله يسامحه لان كان يعتني بهم، الاول راه قرا عاونوا شي ناس باش قرا، لان الام ديالهم طلقت في 73 كانت عندها 23 سنه، كيفاش مرأة عندها 23 سنه ما كتاخذش باش تقري ولاد القرايه، راه واعره باش تقري الولاد باش يطلعوا. الحمد لله اخوه الاكبر خرج مهندس
كبير، وهذا الوليد راه مسكين تحرم مادام باه جا داف واحد السن ديال 18 سنة اللي خدموا غريسون عنده حشومة عار، خاص يقرا. هاد الولد راه هو عنده حقوق ديال الدراسة، وعنده حقوق في كل شيء، لا هو ولا فؤاد. كان خاصهم يقراو، كان خاصو يصربوا إلى الأمام، مع العلم أن فؤاد خدمو غريسون عنده، هو عنده 27 كار، لا يعقل باش ما نضحيش على ولادي. وبما أن الزوجة الأولى ضحية، كيقول لك مضحية، علاش؟ لا هي بدات مع المسار ديك الساعة باقي ما عنده والو، كان عنده جوج كيران وواحد كريمة. وهي اللي ضحات معها مسكينة وطلقات. هنا عندنا في المغرب ملي كيطلقوا الأم كيطلقوا حتى الدراري. علاش طلقوا الدراري؟ هذا ما يمكنش رضا ولدي وأنا عندي الكيران يمشي مسكين تجيبوا كريسون يمشي معاه، ما يمكنش. خاصني نعتني به ونقريه ونعرف أن ذاك راه ولدي، راه محسوب عليا في الدنيا وفي الآخرة. حتى الوالدين كيتحاسبوا، مش نعرفوا على الدراري كيتحاسبوا، راه الله قال ما يمكنش. لأن الدري نجي ما نعتني به، ما نقريه، نخرجه من 18 سنة يجي يخدم معايا وبدون تعويض، بدون لا سنسات، بدون. هو دابا عنده دراري، يعني عنده دراري، كي غادي يدير شي، لولا كانش جوج شي مرا، عنده جوج ديال الأطفال، مرتو جاب الله مرتو خدام، ثلاثة أطفال جاب الله مرتو خدامة، كيفاش هاد الشيء؟ وبالنسبة لفؤاد، حتى هو كيبان لي بأن مادام با عنده 27 كار، كان خاصو يقريهم كاملين، لأن ما يمكنش أنا عندي فلوس خاصني نعتني بولادي، نقريهم في المغرب ونقريهم حتى في الخارج. لأن الإنسان علاش كيولد الأولاد؟ يولد الأولاد باش يلوحهم ويتكرفص عليهم؟ لا، راه هذا ضحية، حتى هو راه عنده دراري، ما يمكنش. ودابا عنده لا خدمة لا والو، حيت خدم حتى هو مع الوالد ديالو، حتى هو ما دار لا سنسات حتى شي حاجة. هذا راه ولد المرأة الثالثة، لأن هي المستفيدة الأولى بالتزوير، ماشي مستفيدة قانونيا. ثانية مستفدة، لأن راه خدات فلوس وعندها إمكانيات اللي باش قرات ولادها. لأن ما يمكنش، إذا هاد الحلقة اللي كاينة النقطة الوسط، راه كلشي مستفد إلا 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 الزوجة الأولى اللي ما استفدتش. ماشي الفلوس، فلوس راه ما عطيتش فلوس غتمشي الحبس. أما هما، أنا من هذا المنبر أنا غنعاون هاد الوليدات جوج اللي هما بانوا لي ضحايا بزاف، لأنهم ما عندهم دابا لا خدمة لا والو. واللي مستفيدة اللي كنتي تصوروا إن شاء الله غندير شي كيف هذا الموضوع، اللي هي جناية اللي فيها محاولة ديال القتل، وعندها ديال الضربة اللي ضربوه، ومهرس اللي يدي، وغنشوف الوضعية ديالو الصحية وفيه كيعيش، واش في نظافة، واش مهتمين به ولا لا. لدرجة أن هاد الإبن هذا اللي هو فؤاد راه هو اللي طاب معاهم على اساس تضربوا بباه، لان ملي شاف باه تهرسوا ليه يديه الضرب عمود، راه ولد الزوجه الثالثه، لدرجه ان ضربوه، لدرجه انه خد شهاده طبيه فيها 30 يوم، ولكن ما تفعلش هذه الشكايه. كيفاش ما تفعلش الشكايات؟ كيفاش داير شهاده طبيه فيها 30 يوم ضاربينه الام ديالو اللي هي الزوجه الثالثه اللي هي تدير التزويرات اللي غتمشي فيها الحبس، هي الاخ ديالو؟ هذا الشهر ما غادي انا غنبقى على هذا الملف ان شاء الله تنوصل للحقيقه، ولا شيء اغلى، ندير جميع المساطر، لا مدنيه ولا استعجاليه ولا جنائيه، لان هذا الملف تيشمل القانون كله. ان شاء الله دورك استاذه انت عارفه، الله يوفقك. المهم في الموضوع اكثر في الشق الانساني اللي بغيت نشوفك، هو هاد الوليدات حتى هما غيدخلوا كما دخلوا الابناء ديال الزوجه الثانيه، شافوا باهم هادو ما كانش عندهم الحق، ما كانوش في لا ليست. يعني دورك انت معاهم، انت اللي غادي تدخلي معاهم. انا غنمشي معاهم، غندير مفوض قضائي، يمشيو مفوض قضائي، ما غادي ما دخلهمش، غيدار واحد المحضر ديال الامتناع. داك المحضر ديال الامتناع كناخذوه كنمشيو لمحكمه الاسر استعجاليا، يجيبوا لي بانهم الشواهد الطبيه ديال الاب ديالهم، وكتحكم المحكمه استعجاليا نفذ معجل، غيشوفوا باهم في اقرب وقت ممكن. ولكن غنشوفوا، غندير انا حتى الوضعيه ديال باهم كي تعيش الداخل، حيت الطبيب راه قال لك بانه راه عنده اهمال هذا. ولكن هما، لان فؤاد راه هو اخر من عين با، لان كان عايش معاه، قال لك طيحوا لي سنانو، هرسوا لي يده، ضربوه راسه، وما كاين حتى عنايه حتى نظافه حتى حاجه. اذا هذا الراجل اللي عنده هاد الاملاك كلها راه تحجرت عليه، ماشي تكرفصيت لوحيه، راه خاص تعتني به، هذا راه مريض. ديك الساعه تكون عدم اسعاف شخصي في خطر، وديك الساعه غنشوفوا مع السلطات، يمكن يعطيهم باهم هما اللي يتكفلوا به، ما يبقاوش ديك المراه اللي زورت عليه ودايره المشاكل كلها كتضربوا. راه القانون اللي غياخذ مجرى طبيعي، وغنحقوا العداله في هذا الملف. ان ابناء الزوجه الثانيه دخلوا شافوه،
ولكن منعوا هذا الابن عصام اللي هو من الزوجة الأولى وفؤاد اللي هو من الزوجة الثالثة، لأن عندهم نقاش مع اللي كما قلت لكم بأن ضربوه وداروا ليه، ولكن ما كان من جانب الإنساني بلا ما يديروا مفوض قضائي بلا ما يديروا دعوة استعجالية، لأن المفروض يشوفوا من الناحية الإنسانية والواقعية يشوفوا ولادهم، ولكن اللي بغوا يجوا القانون قسما بالله يشوفوا ولادهم. لأن القانون كينصفهم وضروري غيشوفوا باهم وغادي يعاونوه وضروري نشوفوا جميع المساطر القانونية اللي ضد هاد الناس اللي كيديروا خرقوا القانون، راه ما غنمشيو إلا غنبينوا القانون وزيدونا دمين فرا باين وواضح، وغتكون في اعتقالات وغتكون في إبطال جميع العقود اللي يتبرمات، وضروري من الجنايات وكل واحد غادي ياخذ حقه، لأن ما كاين حتى شي واحد فوق الدنيا سوي إلا الله والوطن والملك. حنا كنموتوا على بلادنا، كنموتوا على وطننا، تمنوا على الشعب ديالنا. اذا هذا الملف ان شاء الله في اقرب وقت ممكن غيشوفوا الاب ديالهم، ومن غير غيشوفوا الاب ديالهم غنديروا معاينه على الحاله اللي كيعيش فيها الاب ديالهم، باش نقدروا ناخذوا من عند هذيك السيده باش يدا يمشي كاع يقدر يمشي كلينيك يجلس فيه خاص، راه عنده الاموال ديالو يقدر يمشي تحت الرقابه ديال ولادو، وهذا لان تما كيتعرض بزاف حوايج باش نحميوه، لان ما يمكنش واحد اللي عنده الزهايمر نخليوه واحد الضغط ديال واحد المراه اللي كتضرب فيه وضرب ولادو بشهاده ديال الاب ديالو. اذا لا عنده شي مسطر عمره ما كان كيتصوروا في البال بان غدير، راه غنديرها العمر ما تفعلت انفعلها في الدنيا. كنتمنى لك التوفيق فؤاد. استاذه زينب سمعتيها، ما رايك؟ واستاذه زينب راه معروفه على الصعيد الوطني والصعيد العالمي، الله يعطيها صحيحتها، الله يطول عمرها، الله يصلح لها وليداتها. كيف غتوقف معنا في هذا الملف هذا، الله يوقف معها غدا يوم القيامه، الله يعطيها صحيحتها ويصلح لها وليداتها. كنشكروها بزاف بزاف، الله يصلح لها وليداتها، الله يرحم لها الوالدين. شكرا لك. غادي نعطيك الكلمه الاخيره من بعد تدخل الاستاذ زينب اللي كان ملخص عام في الملف كامل اجتماعيا وانسانيا وقانونيا كذلك، ما رايك؟ والله يطول لها عمرها، والله يخلي لها وليداتها، والله يخلي لها ما عز ليها. احنا كنشكروها بزاف. هذه السيده راه معروفه وطنيا وعالمي. شكرا لك استاذ زينب، كنتمنى لك التوفيق في المسار المهني ديالك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا عصام فؤاد ربطوا الاتصال بالاستاذه من اجل انه تتم بالملف ديالهم في الاطار القانوني. استاذه زينب بطبيعه الحال هي متعارف على انها تساعد وفق المستطاع في مثل هذه الامور، ما بخلاتش عليهم بالدعم بطبيعه الحال القانوني والدعم المعنوي كذلك، لانه بطبيعه الحال هي تعتبر بغض النظر على المهنه ديالها انها ام حسات بهذا الشباب. والهدف الاسمى في الموضوع هو تنوير الراي العام اولا ثم كذلك العداله. مشاهدينا الكرام، استاذه زينب خيار كتدخل على الخط في الملف ديال ابناء بوشعيب مول الكيران. سوف نوفيكم دائما بالجديد في حاله اذا تبين اي جديد في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.